وفي وقت آخر وصلت الفنانة نانسي عجرم يوم الجمعة إلى الأردن استعدادا لحفلها الغنائي هناك. وفور وصول نانسي إلى المطار بالأردن استقبلتها منظمة الحفل بالورود في المطار واصطحبتها إلى فندق الإقامة قبل بدء الحفل. وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان من نظرة على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. من جهة أخرى حلت الفنانة نانسي عجرم على ضيفة كراود بالعربي وتحدثت عن أعمالها الفنية وحياتها الخاصة. وجه لها المذيع سؤال عن فنان أو فنانة تريد أن تهدي له وردة صفراء، فأجابت نانسي بأنه الفنان عمرو دياب، مؤكدة أنها معجبة بأغانيه. ومن جهة أخرى تحيي الفنانة نانسي عجرم حفل غنائي في لبنان يوم 26 يوليو الجاري ضمن حفلات مهرجان بيونسي الدولي، من المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها المميزة.